فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. صلى الله عليكم. قال: فتشبه عمرو بن لحي وكان عظيم أهل مكة يومئذ، لأن خزاعة كانوا ولاة البيت قبل قريش، وكان سائر العرب متشبهين بأهل مكة لأن فيها بيت الله وإليها الحج، ما زالوا معظمين منذ زمن إبراهيم عليه السلام. فتشبه عمرو بمن رآه في الشام واستحسن بعقله ما كانوا عليه، ورأى أن في تحريم ما حرمه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي تعظيما لله ودينا، فكان ما فعله أصل الشرك في العرب أهل دين إبراهيم وأصل تحريم الحلال، وإنما فعله متشبها فيه بغيره من أهل الأرض، فلم يزل الأمر يتزايد ويتفاقم حتى غلب على أفضل الأرض الشرك بالله عز وجل وتغيير دينه، إلى أن بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأحيا ملة إبراهيم عليه السلام وأقام التوحيد وحلل ما كانوا يحرمونه. نعم، لما بنى إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام البيت بأمر الله سبحانه وتعالى، واستقرت عقيدة إبراهيم عليه السلام وهي عقيدة التوحيد في أرض الحجاز وحول البيت، وكان إسماعيل قد خلف أباه عليهم الصلاة والسلام في إقامة هذه الملة وهذه الشريعة الحنيفية، وكانت ولاية البيت بيد إسماعيل عليه السلام، ثم تعاقب عليها جرهم وخزاعة إلى أن آلت إلى قريش، عادت إلى أصلها في بني إسماعيل، عادت الولاية إلى أصلها في بني إسماعيل، ولكن تغير دين إبراهيم على يد هذا الرجل من خزاعة كما سبق، واستمر في عهد الجاهلية وفي عهد قريش استمرت الوثنية وعبادة الأصنام وما خلفه عمرو بن لحي، حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فأعاد الملة الحنيفية ودين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأبطل دين الشرك ودين الجاهلية. والحاصل من هذا أن عمرو بن لحي لما تشبه بعبدة الأصنام في الشام في البلقاء من أرض الشام، لما تشبه بهم وقع في الكفر واستحق اللعنة، استحق العذاب العليم والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر لنا هذه القصة لأجل الاتعاظ ولأجل الحذر من أن نتشبه بالكفار أو نستحسن شيئا من دينهم أو أن نقلدهم في شعائر دينهم، وهذا أقبح أنواع التشبه، التشبه بهم في دينهم، ثم التشبه بهم في عاداتهم الخاصة بهم وفي زيهم وشكلهم من أجل الابتعاد عنهم والاستغنى بما أغنانا الله جل وعلا به من ما شرعه لنا وأباحه لنا، فلسنا بحاجة إلى أن نقلد أحدا من أهل الأرض، قد من الله علينا بهذا الدين العظيم.